نفسي بشد حيلك معي أنا سما. مرحبا. قبل ما نبلش بموضوع حلقة اليوم حابة أقلكن شغلي إنه كلياتنا كسوريين عشنا الحرب أو الحصار أو التهجير أو الغربة عنا مشاكلنا النفسية، وكوني بقدم هالفقرة فمو معناها إنه ما عندي مشاكل، لا، أنا مثلي مثلكن عشت الظرف الصعب وعم عيش لهلأ آثاره، بس بحاول من خلال هالفقرة شدلكن حيلكن وشد حيلي لنقدر نكمل طريقنا. من المشاكل اللي كتير صارت عند السوريين وغيرهم من الناس اللي عايشوا الحروب اضطراب الكرب ما بعد الصدمة، المعروف اختصارا ب PTSD، وإذا بترجعوا لحلقاتنا الثانية والثالثة رح تسمعوا فيهم مختصر مفيد عن اضطراب الكرب ما بعد الصدمة عند الأطفال وكيف نتعامل مع الطفل المصدوم، بس بهالحلقة رح نحكي بشكل أوسع عن هذا النوع من الاضطراب عند الكبير والصغير. اضطراب ما بعد الصدمة ما بيكون بس بسبب الحرب، ممكن يكون لأسباب تانية بتتعلق بالصدمات مثل حوادث الطرق الخطيرة، الاعتداءات الشخصية العنيفة مثل الاعتداء الجنسي أو السلب أو السرقة، تجاهل أو الإهمال الشديد. ممكن كمان يكون سببه مشاهدة حدا ميت أو المشاركة بالمعارك أو الخطف أو الاحتجاز أو الاعتقال، وممكن يكون سببه الهجمات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل. كلا هاي أسباب لحدوث اضطراب الكرب ما بعد الصدمة يلي ممكن يصير مباشرة بعد الحدث أو بعد فترة ممكن تكون قصيرة أو طويلة، وهذا الاضطراب بيصيب 33% من الأشخاص اللي تعرضوا لصدمات. طيب كيف منعرف أنه نحن أو حدا من اللي حوالينا عم يعاني من اضطراب الكرب ما بعد الصدمة؟ وقت بيكون تعرض لصدمة ولسه بتحضروا ذكريات منها بتخليه يحس بنفس الشعور اللي حسه وقت الصدمة، وبيشوف كوابيس وبيتجنب كل شيء بيذكره بالحدث، وبيتأثر بشكل مبالغ فيه تجاه أي شيء بيشبه اللي صار معه مثل الأصوات العالية أو رنة التليفون أو دقة الباب أو غيره. وكمان بيحس بقلق واكتئاب بشكل دائم، وبيحس بصعوبة بالسيطرة على مشاعره أو التركيز بشغله وبصعوبة التعامل مع الناس. كل هاي أعراض لاضطراب الكرب ما بعد الصدمة. بس انتبهوا، إذا كان مر على الحادث أقل من 6 أسابيع وهي الأعراض عم تخف ببطء فبيكون الأمر طبيعي لأنه الشخص عم يتكيف. أما إذا مر أكثر من 6 أسابيع والأعراض ما عم بتخف أو عم تزيد فلازم ننتبه للموضوع. طيب والحل؟ الحل إنه نحاول نعيش الحياة مثل ما هي ونرجع لروتين حياتنا ولشغلنا. ومن الأمور المفيدة لنساعد حالنا ممارسة الرياضة وتمارين الاسترخاء والتأمل، ننظم أكلنا ونحاول نقضي وقت كافي مع أهلنا ورفقاتنا. ومن الأمور الكتير مهمة إنه نحكي عن الحادث لحدا منوثق فيه، عن كل شيء بنفكر فيه ومنحس فيه، وفي شغلات لازم نبعد عنها وننساها تماما، وهمة إنه نلوم حالنا على اللي صار إذا كان حادث مثلا، أو نكبت مشاعرنا وما نحكي عنها، أو نعزل حالنا عن الناس، أو نلجأ للتدخين والكحول والمنبهات، أو نجهد حالنا بالشغل، لأنه كله هاد ما رح يساعدنا على حل المشكلة. وإذا جربنا الخطوات السابقة واستمرينا عليها لفترة وما جابت نتيجة فمو غلط نستشير أخصائي ليساعدنا. ومثل ما بقولكم دائما، ما في مشكلة ما إلها حل، ونحن بداية الحل، فشدوا حيلكم. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سمر.